مساء الفل. اهلا اهلا. واحنا قاعدين كده مسا تاني، اللي فات حاجه بقى واللي جاي حاجه تانيه. اكتر من اللي فات. اصل انا بابا طيبه معاكي وبيزعقولي يقولوا لي، وانا هبقى شريره معاكي عشان انا متقمصه لسه. طب خلاص طلعي الشر عشان انا بقى اشر. لا يلا بينا نشوف اول خبر معانا. الراقصة لوسي ابني بيقول لي هزي كويس. بيقولوا ان انت بعتي فتحي امريكا يدرس ويعيش هناك علشان نظرة المجتمع، يعني كتير قوي من الراقصات بيعملوا كده ويكون بعيد عن الثقافة الشرقية اللي تخليه ان هو يغير عليكي ويشوف الراقصة بنظرة مختلفة، يشوفها بنظرة الامريكان. ببساطة شديدة جدا، تربية فتحي وثقافته وثقافته بالفن، عارف ان الرقص فن وفن كويس ومحترم. ومعنى هزي كويس التعبير هنا في اي حاجة اما تشتغليها اشتغليها بتركيز وبجد، عشان اما تشتغلي في اي مهنه من المهن بتركيز وبجديه هتنجحي فيها. طب كلميني يعني بشكل خاص مش بشكل عام، كلميني عن فتحي، يعني ليه قال لك الجمله دي؟ اولا فتحي كان صغنطوط جدا، هو هزي كويس يعني اشتغلي بذمه في اي حاجه يعني هزي كويس. وفتحي زي مامته كده بنحب الهزار، يعني بالنسبه له هو صغير كان بيفسر الشغل على انه هز. لا هو طب ما انا بهز مامي مثلي كويس، مامي اعملي الشوت ده كويس، مامي. فتحي ثقافه مختلفه وتربيه مختلفه وبيلعب مزيكا وعارف انه عشان انت شاطره انت ذكيه خليتيه يعيش في مجتمع. لا مش انا بقى. لا ده واجب يتأمن ذلك وواجب جوزك ويتعايش مع ذلك. طالما فكرتي تجيبي طفل يتربيه كويس وما يرضي ربنا، يا ما تجيبيش اطفال وترميها في الشارع. فانا جبت طفل وقعدنا انا وجوزي بنربي راجل النهارده ما شاء الله معاه بكالوريوس هندسه ميكانيكا، بيشتغل في امريكا، بيحضر باذن الله للماجستير. فيقول بقى هزي كويس، انكوشي شعرك يا مامي عشان بيبقى حلوه، انت كول في المسلسل ده يا مامي. طب ده وهو صغير، لما كبر بقى بيحترم شغلي جدا وبيقدره جدا. بيقول لك ايه طيب؟ بيقول لي ايه ربنا معاكي في الشغل، انا عندي برنامج، انا عندي حفلات تطوير. نعم بيحضر حفلات ليكي. بيحضر حفلات ليه؟ ليكي بيحضر. او حضر حفلات ليكي قبل كده؟ على فكره افكرك بحاجه بقى، ايزي كويس دي كان في حفله عاملاها التلفزيون المصري بتاع بلدي في الساحل الشمالي، وعامله حفله وجايباني برقص والتلفزيون كان بيذاعها، وفتحي كان 7 سنين. انا مش معترض. دقيقه واحده. انا مش معترض. دقيقه واحده. دقيقة أتكلم على شعور. دقيقة واحدة حضرتك اتفضلي. وكلمني في التليفون قال لي مامي أنا شفتك وأنت بتقرصي في التلفزيون، أما تيجي تقرصي المرة الجاية بيهز كويس. عشان إحنا بناخد الكلام وبنلونه وبنشكله، وأنا فخور إن هو قال لي كده، وهو فخور إن أم لوسي اللي بتقرص. عندك مانع؟ ولو هو مش فخور بيكي ولو احنا مش فخورين بيكي ما كنتيش هتبقي ضيفتي النهارده. اشكر وانا فخوره بنفسي. فانا بسالك بقى، هو حضر حفله ليكي وهو كبير؟ يعني عايز اعرف. لا 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 ما حضر. لا لا خالص. ولا قال لك مثلا عايز اجيب صحابي في الحفله دي وانت طالعه في الحفله دي، ما انا هاجي صحابي. انا بروح اعياد ميلاد اصحابه وخطوبتهم وارقص، ويقوموا يشدوني وارقص مامتهم ترقص. بصي كل اصحاب ابني صبيان وبنات
أنا صاحبة العيلة، لأن هما هما اللي بيحبوا يتعرفوا عليا، يقولوا لي إحنا فخورين إنه ده ابنك. التربية دي والأخلاق دي والجدعانة دي والشهامة دي، مصري ابن مصري ابن مصرية جدع. مش معنى إن أنا خلفته في أمريكا فتحي بيروح يحط العلم بتاع مصر على ظهره وينتخب رئيس الجمهورية. طب ليه خلفتي في أمريكا؟ عشان أمي ماتت وكان عندي توينز في بطني ماتوا هنا، كنت بروح للدكتور ما يعرفش إن أنا حامل في توأم، وما يعرفش إن البيبيهات ميتين بقالهم أسبوعين، وأنا كنت بموت ومحتاجة الأم. بعد ما يعني عملت عملية وشلنا البيبيهات ميتين، وأنا اللي اكتشفت، أنا اللي اكتشفت إن أنا مش طبيعية، أنا اللي اكتشفت إن اللثة بتاعتي بتخرج حاجات لزجة، أنا اللي اكتشفت إن أنا في جسمي فيه سم، وحزنت عليهم بس قلت الحمد لله إن جت على كده. بعدين أمي توفت فكنت محتاجة الأم، أختي الكبيرة عايشة في أمريكا. فروحت أترمي في حضن أختي، هي جت كده. لا كنت أقصد جنسية ولا أقصد باسبور ولا أقصد إنه مش عارفة إيه، مع إنه الناس بتجري وبتسعى إن يبقى معاها باسبور أمريكي. أنا عشان كده سألتك. بعدين دولة عظمى، المشكلة أمريكا دولة عظمى، مفيش مشكلة. بقى اللي بعده، لوسي شاكيرا اتعلمت مني الرعشة. لا قلت الرقص مش الرعشة. وسعد دي بقى، قلت الرقص مش الرعشة. طب الرقص؟ أيوة يا فندم. يعني أنت اللي علمت شاكيرا الرقص؟ كل اللي بيرقص شاكيرا تقريبا، أنا وبوبا وكلنا معلمينهم الرقص. كان الطبال بتاع شاكيرا بيجي ياخد مني الحزمة اللي هي بتشخلل دي، اللي هي بتهز هز هز، ويديني سدهار بديله حركات وبعرفه الرعشة بتتعمل ازاي، تقسيمة الوسط بتتعمل ازاي، وبيروح يقول لي شاكيرا. يعني في حركات أخدتها مني، بياخد فيديوهاته بياخد سيديهاتي بتتفرج عليها. انتي لما لقيتيها بترقص وهي بتغني او هي بترقص عرفتي ان دي حركاتك اللي انتي بعتيها لها؟ طبعا طبعا. طب بالمسطره كده ايه الحركات اللي خدتها منك؟ التقسيمه دي، اه الرعشه كلها دي حاجتي شغلي. ساميه جمال حركاتي اسمها، يعني تشيلي الوش كده وتجيبي ساميه جمال تقولي دي ساميه جمال، تشيلي الوش كده وتجيبي تحيه كاريوكا تقولي دي تحيه كاريوكا، تشيلي الوش كده تقولي دي لوسي. كل حاجه حاجه من الست فيفي عبده، شقاوي فيفي عبده. انا بموت في فيفي عبده، بحبها لنا فوف من جبل. بس دي مش حركات راس. لا ما هو الراس ما يبقاش متخشب كده بالعصايه. طبعا لا ما شفتش شاكيرا عملت عصايه. أيه. لا لا. طب في حد غير شاكيرا علمتيه الراس؟ قلتي انك علمتي غادة عبد الرازق. لا ما علمتهاش، انا وقفت معاها وقلت لها دي بتترقص كذا، هي بترقص بتعرف ترقص، بس عشان تبان ان هي رقاصه كان لازم اقول لها القواعد بتاعت الحته دي. طيب يعني علمتيها، يعني مش عايزه ابقى يعني المفروض تكوني علمتيها اصول الرقص، هي ما تزعلش لانه غادة فنانه مش رقاصه، فلما انت تعلميها مش عيب. ايوه هي المفروض ما تزعلش. ايوه بس لما اجي اعمل رقصه منك، او انت بتقولي انك علمتيها الرقص لان هي فنانه مش يعني بتمثل مش بتقول. لما اجي اعمل دور راقصه اه لازم اكون بعرف ارقص زي الاستاذ الكبير نبيل عبيد. اه طبعا تقولي دي رقاصه بجد، يعني مش حد علمها. مين علمها بقى؟ هي بتعرف ترقص والاستاذ ابراهيم عاكف الله يرحمه. خطوات اللي بعده، احراق مالها لوسي في شارع الهرم وسرقه مجوهراتها.
بيقولوا ان دي اصعب لحظات حياتك كلها. ايه ده، انا ما عنديش ملا ليلي في شرفها. بتاع زوجك يمكن؟ جوزي مش بتاع. ماشي، اتحرق واتسرق صح؟ ده في ال في ايام الثورة. بس انا ما عنديش عيلتي؟ مجوهرتي في البنك مش في المال الليلي. ماشي، وبعدهم في ايدي. اوكي ماشي ماشي ماشي. ها والله العظيم. بس انتي وقتها طلعتي قلتي كله فدا البلد وفدا الثورة. ماشي، هدومي كلها بدل باروكات، السكات للبرفيوم، باروكات. يعني خسرتي حوالي قد ايه كده يعني؟ لا ما كانت، لا ما اقدرش. هو انا كنت تقريبا اللي بشتغل بيه تقريبا جزء كبير منه بصرفه على اللبس بتاع المصري. اللي بعده. والله يا لوسي انا يعني مش عارفه، انا مش متاكده، انا متاكده ان انت ما تقوليش الكلام دوت. لا الكلام ده بتقولي عايده راحت عليا، انت اكبر مني طبعا. طبعا ده اكيد يعني. يعني بترس من زمان قوي قوي يعني، قبل مني بكتير يعني. ف وبعدين هي دخلت التمثيل يعني متاخر وهي كبيره يعني. ازاي انا بقى ايه بقى؟ فطبعا فصلي على النبي. انت طبعا بتقولي كلام اكيد مش على لساني، لان لو على لسانك مش معقول ان انا اكبر منك يعني، مش ممكن. دلوقتي هي رساله بتوجهها ليكي على تصريحات انك انت قلتي انه هي راحت عليها وانها كبيره في السن. قلت على مين؟ على عايده، الفنانه عايده رياض. انا قلت كده؟ فهي بتقول لك انت اكبر مني، بتقول دي لوسي اكبر مني. لا مالهاش دعوه بالكبر والصغر. ما في ناس اوريدي. الحوار انت قلتي فيه ده؟ انا قلت كده. هات الحوار ده. هات وقول. انا قلت على الاستاذه عايده. هنعرف بقى. لا لا لا، مين بقى في ايه؟ هي اكبر مني. نفهم احنا والساده المشاهدين ما في الحوار بتاع عايده. انت عايده رياض راحت عليها وهتكرهوني ولم اكن اتصور ان هم يستعينوا بعايده لتحل محلي في الدور، خاصه وان تقدر اثر بشكل سلبي في قدرتها التمثيل. لا لا لا، متاسفه، لا يمكن، لا يمكن. ما قلتيش الكلام ده عليك. ده ايه ده؟ مين دي؟ مين؟ حوار منشور في لا اهل مصر. اهل مصر؟ لا ما حصلش. لا فبركه. وعمري ما حد سألني على الأستاذة عايدة رياض وقلت عليها حاجة. الله، الأستاذة دي بتقول إن أنت أكبر منها. ومال وأنا أكبر منها؟ أكبر منها هو كبر قلة أدب؟ ده كبر قيمة. ماشي يا عم القيمة. لا بس أنت ما شفتيش الرسالة؟ ما أول مرة تسمعي الكلام ده؟ والله العظيم. أنت مش عايشة في الحياة. لا أنا مش عايشة في الكلام الفارغ ده. لا بس برضه كويس عشان تضحي. لا بعد إذن حضرتك. الجريده ولا الحلميه على فكره اهل مصر. يا نهار ابيض، الموضوع ده ايه؟ ليالي الحلميه من ايام مسلسل ليالي الحلميه يا حمدايه من 25 سنه يعني. طب ما هي جت في ليالي الحلميه واشتغلت. ولا تقصدي الجزء الخامس؟ الجزء الخامس طبعا. لا وهي كانت بتعمل حمدية والجزء الخامس. أنا كنت مسافر أمريكا واعتذرت للأستاذ الصديق عمرو محمود ياسين. هي قالت إن أنت ما اعتذرتيش واختلفتي معاهم في الفلوس، فكلموها تيجي تعمل الدور، دور حمدية؟ ما حدش يعرف يعمل. قابلتي، قبل كده اشتريت حد وحش، زميلاتي وزمايلي. أظن إنه دور بديل يعني مش دور حمدية. لا طيب يبقى يعني. يبقى عوضوا بيه غيابك يعني. طيب أنا مالي؟ وحتى لو جابوا تعمل بدالي دور حمديه. محدش، بس عجبتني محدش يعرف يعمل دور حمديه. لا ما هيبقى ضد. انت النهارده مخلياني يعني ايه؟ لا هيبقى انا ما ينفعش اعمل مثلا دور زهره في ليالي الحلميه. ضدي. مش من مصلحتك طبعا. لا بس هي راقصة وانت راقصة. لا 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 لا، مقصودشي الفنانة عايدة رياض هي كانت طالعة قبل كده فبتكمل دورها. وبعدين بقول لحضرتك انا ما قريتش الورق وانا سافرت. بس هي قالت ان هما خلوها تعمل دور مختلف.
لا ما يعني اللي يعوض لا 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 غياب لا لا عيب على جريدة أو موقع اسمه أهل مصر يقولوا كلام على لساني أو لسان غيري ما تقلش. يا عايدة الكلام ده أنا ما قلتوش وما صدقته وما تصدقهوش، وأنت عندك 30 سنة وأنا عندي 35 سنة. على فكرة على ويكيبيديا الموسوعة الحرة هي أكبر مني والله. ولا يبقى أنا صريحة إزاي وجدعة إزاي حبيبتي، هي أكبر مني. لو دخلتي على جوجل هتلاقي مرة قايل عندي 50 سنة ومرة قايل عندي 48 سنة. طب أنت النهاردة قايل عندي عندك كم سنة؟ 80 سنة. لا بقى 35 زي ما هون 85 سنة. لا 28 28 بزمكم على اخر الحلقه يبقوا 18 لا 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 هم 28 وهفضلوا كده لغايه لما اموت. طيب بعد ايوه انا عليك الله يعطيك الصحه عشان قلبي 7 سنين وشكلي 21. برافو عليك. عرفتي ال 28؟ برافو عليك. عمر العمر ما يتحسب بالارقام ده حقيقي. بس اخر خبر، لوسي تهاجم رانيا يوسف بعد تفاخرها بجسدها. ربنا خلي عيادات التجميل ده الوطن بقى. هو انا ما بروحش لدكتور تجميل؟ لو في شويه بوتوكس عايزين يتحط. انت قلتي هنا؟ لا ما قلتش. ان هي لازم تراعي اننا في مجتمع شرقي يا ستي، ربنا يخلي عمليات التجميل. هو في كل حاجه انت ما قلتيهاش. اقسم بالله يعني ايه تراعي اننا في مجتمع شرقي اصلا يا استاذه؟ هو انا خايفه منك ولا منها؟ ما معرفش. وهي ما بتروحش لدكتور تجميل يا ستي؟ وانا ما بروحش لدكتور تجميل ليه؟ من دور ما ليه كده؟ من فضلك ما تستفزنيش. لا انا هستفز. ايوه لا انا ما بكذبش. اكذب ليه؟ ما حدش له عندي حاجه. طيب انت ما قلتيش الكلام ده؟ ما قلتش الكلام ده. يواجهوني. ما انتقدتيش دينا ان هي بتلبس بدل الرأس فيها عري كلها ولا في... لا ما انتقدتهاش طبعا. كل انتقاداتك يعني مش حقيقيه. الكذب على الميتين مش على العايشين. انا عايشه، اي حد عنده حاجه يواجهني بيها. طب يعني خلاص مين؟ هو مين فينا ما بيروحش لدكتور تجميل؟ بس انا ما بروحش بقى. هتقولها شيخ العرافين بقى، ملهاش الا شيخ العرافين. ساده المشاهدين اهلا، كنت طيبه وايه الاسئله الاستفزازيه؟ ماشي انا بقى اسئلتي استفزازيه، انا هوريكي بقى شيخ العرافين هيعمل. لا المعدين اللي عند حضرتك. ايه ده؟ جايبين الكلام ده منين؟ إيه؟ والله العظيم ثلاثة عمري ما شفت الكلام ده. سادة المشاهدين بعد الفاصل معاها شيخ العرافين بقى، وانا ماليش دعوة بقى، انا قاعدة. اطلع فاصل. انا هنا يا جماعه دوري مش موجود. ليه انا بقى في اللحظه دي مش موجوده. ليه؟ مش بنسحب، مش لا. دوري انا اصلا ما بحبوش الحركات اللي بتعمليها عليا، مش هتنفع بقى مع. بس عايزه اقول لك، لا بس انا كنت صريحه معاك، شيخ العرافين ما بينفعش معايا، ما ببلعوش يعني بجد من قبل ما يطلع. قلت لكم هتقولي حاجه كده ايه جنبي اكبر من كده شويه عشان اول ما يطلع اروح هتفى بيها. ايه ده؟ احنا مأمنينه كويس الحمد لله. يا ساتر. هلو، خايفة مني ولا مش خايف؟ اخاف منك؟ خافش غير من ربنا يا حبيبي. ماشي، كلنا بنخاف من ربنا. بقولك ايه؟ قول. لعب الكورة بتاع الاهلي ايه؟ لعب الكورة بتاع الاهلي الهداف بالسما. لعب الكورة بتاع الاهلي الهداف بيقولك كده. سمعتي ولا عيد تاني؟ ما مين ده يعني؟ نعم عايز ايه؟ لعيب الكورة بتاع الاهلي الهداف مالي اللي كان عايز يتجوزي. ايوه فعلا. ايوه ليه؟ اصغر مني بعشر سنين برضو؟ بقى انا ما اقدرش. انتوا ايه حكايتكم مع اللعيبه اللي اصغر بعشر سنين؟ انتي ورانيا يوسف بجد؟ يكونش هو يا جماعه؟ لا هو مين؟ انت عرفتي منين مبدأ؟ استني بس، انا رديت على طول كده مش اما اتخانق الاول. ده معلومه ما حدش يعرفها خالص يعني بجد بجد. القريبين مني الا بقى لو اختي ميس
بتسرب لك معلومات او بترشيها. شيخ العرافين من قريبين منك، ما تقلقيش. لا تقلقي. لا بجد، المعلومه دي عرفتها منين؟ محدش يسالني. قالك تساليش؟ ايوه نعم. قولي بقى. ماشي اوكي. القصه، القصه ان كان في فعلا لاعب، مش هقول اسمه، وفعلا كان عايز يتقدم لي، وبس مش قصه بس ان هو اصغر مني بعشر سنين في الاهلي، وهداف اصغر منك بعشر سنين. ايوه عروستي. عروستي بقى، انا مالي بقى. وانا شفت ان لا، ايه ازاي لا طبعا. سيب. يلا يا استاذ هتقول ايه تاني؟ انا قاعده مستنياك من اول الحلقه اصلا، واقول هو هيطلع لي امتى. لو مستعجله. لا ده انا مستعجلة. الناس ربنا هيتخضوا لما يشوفوني بالحلقه دي، لان انا هيقولوا مين دي؟ خرجتي عن شعورك. مين دي؟ الدكتور اللي مرتبطه بيه دلوقتي. انا؟ اه لو حياه ربنا انا فعلا مش اللي من وسط الفني. هم بيقولوا له يا دكتور. بيقولوا له يا دكتور؟ أوه. لا بيقولوا له حاجه تانية بس ما بيقولوش يا دكتور. يعني صح. ومن وسط. اه ماشي اوكي مرتبطه. ايه بقى ده زعلك في ايه؟ وانت تعرفه منين اصلا؟ مش يمكن ده العريس الثالث؟ مش يمكن ده العريس الثالث؟ يعني لا ان شاء الله لو ربنا هو يعني لو انت جايب الكلام ده ومتاكد منه قوي كده. ما انت اكدتيه قلت له اه. قلت له ممكن اه ممكن لا. لا ما قلتيش ممكن لا. لا قلت له لا. ايه بس مستني ما تدافعيش عنه. انا قلت له ممكن اه ممكن لا. يبقى اه ماشي. لما يبقى اه بقول لك. اعزمك. بصرة بصرة حلوة. لا حلوة. شطرتي قوي على فكرة. اه شفتي انت اتغيرتي تماما. ها عايز تقول ايه تاني؟ انا مستنية عملك. مزعلة. مستنية عملك. مزعلة من الفنان محمد رجب منك ليه؟ وعامل لك بلوك ليه؟ اوبا. لا بجد الموضوع ده بقى الحارة. محدش يعرفه خالص. لا بجد ده بقى محدش يعرفه خالص خالص خالص. لا بجد عرفته منين؟ عجبتني قوي يا شيخ العرافين. ها؟ لا بجد عرفته منين؟ اقول لك بسبب ايه ولا تقول انت؟ اوه مسلسل ضربة معلم. ايه؟ لا لا انت خطير. مش كده؟ انت مشكلة. مصيبة. مصيبة سودة. لا بجد والله العظيم الموضوع ده محدش يعرفه خالص 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 خالص. قولي بص السؤال اللي بعديه. لو جبت عنك سؤال الحجاب. سر تاني انا ما كنتش احب اتكلم فيه بجد انا هخش لك جوه الشاشه دي. انت شكلك اصلا ايه؟ ايه ما تعرفيش تعملي حاجه بجد؟ طيب انت عامله مشاكل في كل حته. ليه؟ فنانه لوسي زعلانه مني. اه؟ ما بتحبكيش. مين؟ مين؟ فنانه لوسي. لوسي ازاي يعني؟ يا نهار اسود. مسلسل ولي العهد فاكره؟ يا نهار اسود. قالت لك انا ما بحبكيش. لا بجد لا دي بجد لا دي من سنين. جدع والله. وحياه ربنا دي من سنين. لا 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 انت ده الاصلي ده يا جماعه. لا 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 ده الاصلي. لا دي جامده قوي دي من زمان قوي. كانت واخده مني موقف جامد قوي وقعدنا شويه كده في اللوكيشن هي مش حباني. فبعدين قعدنا فتره طويله رحت لها بقى. قلت لها مدام لوسي وحضرتك ما بتحبنيش ليه؟ قالت لي انا ما بحبكيش. بحب اختك. انا انت دمك تقيل على قلبي. لا والله العظيم. والله العظيم قلت لها بس دي عسل. قلت لها بس انا بحبك ومبسوطه قوي ان انا بشتغل معاكي وانت مش فاهمه انا من الاول انك دمك تقيل. قالت لي دمي تقيل وانا بحب اختك وانا ما بحب. بعدها بقى والله العظيم بعد ما اتكلمنا كده يمكن حست انه ايه ان انا خلاص بقى صعبت عليه. فبقت في اخر المسلسل بقى تيجي وتتكلم معايا هي لما تشوف الحلقه دي هتغير رايها. لا ترجع تزعل مني لو النبي عشان انا بحبها او معرفش الشيطان اللي جوه ده جاب الكلام ده منين. طب بقول لك ايه اختفي مع السلامه اتكل. مشاهدينا فاصل وهنرجع تاني. يا ليلة العيد أنا اهتينا وجددت الأمل فينا. يا ليلة العيد. سادة المشاهدين بكده خلصت حلقات العرافة الموسم الثالث.
ونرجو ان احنا نكون قد اسعدناكم، ونشوفكم السنه الجايه ان شاء الله في الموسم الرابع. واسره قناه المحور واسره قناه النهار بتتمنى لكم عيد فطر مبارك عليكم جميعا وعلى الامه الاسلاميه كلها. عيد سعيد.